قبل ذلك نبقى مع المهدي الصوابنا الذي يستضيف لاعب فريق الجيش الملكي حسام الدين صنهاجي. شكرا أخ حسن. بجانب اللاعب حسام الدين الصنهاجي اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني وكذلك الرجاء. إذن حسام الدين، مباراة بأحاسيس خاصة بالنسبة لك، شنو الشعور ديالك وانت كتواجه أصدقاء الأمس؟ بكل صراحة احنا فريق الجيش الملكي جاي المدينة الدار البيضاء باش حقق نتيجة إيجابية، لأن احنا الحمد لله انتصرنا في مقابلة ديال الكأس، وما سهلش باش تجي ثلاثة، ما سهلش باش ننتصر في 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 ملعب البيضاء. الحمد لله احنا جينا هذه المقابلة ثاني بالبطولة باش ان شاء الله نديو نتيجة إيجابية ونمشيو في مسار جيد. انا باقي عندنا مقابلة ديال العودة ديال كأس العرش. نعم، ولكن بالنسبة للشعور ديالك شنو الشعور وانت غتواجه الجمهور اللي كان كيشجعك في السابق؟ بكل صراحة دوزت واحد السنة في فريق الرجاء البيضاء، سنة جيدة. الحمد لله دابا الآن جيت ساعد فريق جيش ملكي، كنتمنى إن شاء الله نعطيه واحد الإضافة، واللي مالا إن شاء الله ندي شي شي شي, شي لقب بعد فريق هذه السنة إن شاء الله. شكرا حسام الدين، وعودة إليك أخ حسن.